السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مشاهدي الكرام وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الشعوب المقهورة الحديث في هذا المساس سوف يكون مع الأستاذ الدكتور محمد أنجيمي عن الأخطبوط الإيراني في العالم الإسلامي قبل أن نلتقي مع ضيفنا نعرض لكم هذا التقرير عن الإعدامات التي تحصل في إيران إعدامات ضد الدعاة ورجال الدين والنشطاء من أهل السنة في إيران إلى الواجهة بعد مصادقة المحكمة العليا في طهران الأسبوع الماضي على أحكام الإعدام ضد 27 من دعاة وطلبة العلوم الدينية من أهالي محافظة كردستان الإيرانية المسجونين بسجن رجاء شهر بمدينة كرج قرب طهران من أبرزهم الداعية السني شهرام أحمدي وطالب مكي بينما يحبس الأهالي أنفاسهم ترقبا لتنفيذ الحكم الإعدامات بحسب وكالة هرانا التابعة لمجموعة ناشط حقوق الإنسان في إيران جاءت بناء على تهم واهية من قبيل الدعاية ضد النظام والعضوية في مجموعات سلفية والفساد في الأرض ومحاربة الله والرسول ويشكو أهل السنة في إيران بشكل عام من التمييز الطائفي ويتهمون السلطات باقصائهم ومنعهم من شعائرهم وواجباتهم الدينيه ويضربون مثلا للممارسات التمييزيه بمنعهم من بناء مسجد لهم في العاصمه الايرانيه حيث قامت بلديه طهران وبدعم من قوات الامن بهدم المصلى الوحيد لاهل السنه في طهران في يوليو الماضي الامر الذي اثار ردود فعل غاضبه بين اوساط اهل السنه ويشكل أهل السنة 25% من السكان في إيران، وينتشرون كأغلبية في محافظات كردستان وبلوشستان وجولستان وفي المحافظات الساحلية المطلة على الخليج العربي، كما يتواجدون في محافظات أذربيجان الغربية والأحواز وخراسان وجيلان، وهي منطقة طالش الشمالية. وتاريخ إيران الخمينية حافل بإعدام أهل السنة. ففي نوفمبر من عام 2014 أُعدم في سجن زاهدان الشقيقان وحيد شهبخش ومحمود شهبخش من الشعب البلوشي السني. وكانت السلطات قد أعدمت في يوليو من عام 2014 الناشط البلوشي المعتقل في سجن زاهدان المركزي ياسين كرد بتهمة محاربة الله ورسوله بعد اعتقال استمر خمسة أعوام. كما اعدمت السلطات الايرانية عام 2013 حبيب الله ريغي شقيق عبد المالك ريغي زعيم جماعة جند الله السنية والذي اعدمته السلطات الايرانية كذلك في يونيو من عام 2010 وكان عبد الملك ريغي قد اعدم في السادس والعشرين من اكتوبر من عام 2013 مع خمسة عشر اخرين من السنة كانوا يقبعون في سجن زاهدان قال عبد الملك في مذكراته نزعوا أظفار قدمي وصعقوني بالكهرباء ضربوني بالكبلات وعذبوني نفسيا كل مرة كانوا يأخذونني للاستجواب كانوا يضربونني ويركلونني كما أعدمت إيران خطيب أهل السنة والجماعة أصغر رحيمي في السابع والعشرين من ديسمبر من عام 2012 وفي أبريل من عام 2009 أعدمت السلطات الإيرانية الشيخ خليل الله زارعي والشيخ الحافظ صلاح الدين سيدي شنقا بتهمه تهديد الامن القومي. هذا غيض من فيض الاعدامات والتنكيل ضد العشرات من نشطاء ورجال الدين من اهل السنه في مختلف المناطق في جغرافيه ايران. اهمها بلوشستان وكردستان والاحواز العربيه. وما زال المئات منهم يقبعون في السجون بسبب الدعوه لعقيدتهم. والعديد منهم مهدد بتنفيذ حكم الإعدام في أي لحظة حياكم الله مشاهدي الكرام وأهلا وسهلا بكم ضيفي في هذا اللقاء فضيلة الدكتور محمد أنجيمي الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء وعضو مجمع الفقه الإسلامي حياكم الله دكتور حياكم أهلا وسهلا الله وبياكم مرحبا بكم دكتور الحديث عن الأخطبوط الإيراني في العالم الإسلامي ما معنى الأخطبوط حتى يعني نبدأ أيوة متحدد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وتسليما على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد الأخطبوط الإيراني هم عملاء إيران سواء من الشيعة أو من السنة لأنه ليس الإيران عملاء فقط من الشيعة على المنهج الإيراني بل هناك من السنة وأحيانا السنة أكثر تأثيرا من الشيعة وأقصد أنا بالسنة نوعين من اهل السنه التيار الليبرالي السني هو مع المشروع الايراني مهما قال انه ليس معه وساضرب امثله لابين انه مع المشروع الايراني جمله وطفصه هذا كلام خطير يا شيخ يعني. نعم كلام خطير يعني هناك وسأبين من, من وقف ضد النظام الايراني وضد المشروع الايراني هذا قليل قليل الاكثريه منهم هم مع المشروع الايراني وسابين لماذا طيب. كما ان هناك بعض اصحاب الاموال المتنفذين الذين يفكرون في اموالهم ولهم علاقات تجارية كبيرة بإيران سواء كانوا أفرادا وأحيانا حكومات. هؤلاء أيضا يا شيخ ينظرون لأموالهم وتجارتهم وأرباحهم فيتساهلون مع النظام الإيراني من هذا المنطلق. إضافة إلى أن الأخطبوط الإيراني أي القوى المرتبطة بإيران كحزب الله وكالحوثيين وايضا انصار الله ف... انصار الله هم الحوثيون، حزب الدعوه في العراق، ايضا عصائب اهل الحق، ابو الفضل العباس، حزب الله العراقي الى اخره من هذه القوى التي اساسا مواليه لولايه الفقيه ومنهم نمر النمر وهؤلاء اساسا يخدمون ولايه الفقيه، ايضا الوفاق في البحرين، لا ننسى الوفاق م. في البحرين ولا ننسى ايضا نواب في مجلس الامه الكويتي وعلى راسهم عبد الحميد دشتي ومعه كتله من النواب وان كانوا اقليه لكنهم اصواتهم عاليه هذا هو الاخطبوط الايراني وهذا الاخطبوط الايراني في العالم الاسلامي ليس اخطبوطا سهلا لانه يعطل قرارات سياسيه كيف يعني مثلا عندك في الباكستان لابد أن نتكلم بصراحة وبصدق الجمهورية الإسلامية الباكستانية دولة هي صديقة للمملكة العربية السعودية ونسبة أهل السنة في الباكستان أكثر من 70% نعم. اه هناك الشيعة هم من 25 إلى 30% في الباكستان لكن الأغلبية السنية لم تستطع أنها, انها تتخذ قرارات حاسمة في قضايا تخص إيران منها لكن نجد بأنها يعني اتخذت قرارات ما يخص اليمن هي دعمتنا في اليمن لكنها لم لم تشاركنا في الحرب في اليمن. والسبب هو الاخطبوط داخل الباكستان. الاخطبوط الايراني داخل الباكستان هي الجمهوريه الاسلاميه الباكستانيه هي معنا قلبا وقالبا، قوات مسلحه وحكومه، لكن لا ننسى ان الاخطبوط الايراني له تاثير على رجال الاعمال ومن المعلوم ان الحكومه الباكستانيه الحاليه وهي حكومه صديقه وطيبه لان كثير من رجال الاعمال هم في الحكومه الحاليه وهم مرتبطون بايران بمليارات الدولارات. من السنه ومن الشيعه وايضا من السنه وبالتالي فانهم لن يضحوا بالمملكه العربيه السعوديه ابدا لان في عمق استراتيجي بين الباكستان وبين المملكه لكن الاخطبوط استطاع انه يعني على الاقل يجعل الجمهوريه الاسلاميه الباكستانيه ما تتخذ قرارات تصل الى قطع العلاقات او قرارات تصل الى انها تحارب داخل لكن يعني هناك يعني ايضا مثلا في دبي هناك استثمارات يعني ايرانيه كبيره ورجال اعمال يعني نعم ذلك أنا ايضا في في نعم تركيا يعني هناك يعني صحيح صفقات بالمليارات صحيح يعني صفقات بالمليارات صحيح يعني ايضا نعم كان هناك قرارات يعني ضد النظام الايراني نعم صحيح وانا قلت ايضا ان أن الإخوة في الإمارات خفضوا التمثيل الدبلوماسي لكن لا يستطيعون أن يقطعوه أن يقطعوه لأن هناك استثمارات بمليارات الدولارات، كما أن هناك كما أن هناك جالية إيرانية كبيرة في دبي وأنا أقول كبيرة وأكثر من خمسة آلاف تاجر في دبي إيراني إيرانيون ومرتبطون بإيران ارتباط كامل، منهم من هم مع النظام الإيراني ومنهم من ليس مع النظام الإيراني لكنه لا يستطيع أن يعادي النظام الإيراني لأن نفوذ النظام الإيراني على الشيعة الذين في دبي قوي جدا وهم إيرانيون ليس, ترى ليس هناك إماراتيين بالمناسبة هم يحملون الجنسية الإيرانية نعم. فهم يؤثرون نعم لا يستطيعون أن يحرفوا السياسة الإماراتية بأي حال لكنهم يؤثرون تأثيرا قويا قد يصل إلى درجة أنه لا يستطيع الإخوة في الامارات ان يقطعوا العلاقات. طيب. كمان لو انتقلنا الى تركيا ايضا، تركيا عندها علاقات بمليارات الدولارات وهي دوله صديقه واقفه معنا قلبا وقالبا، لكني ارى اما بالنسبه لتركيا وقطر ان لهما حكمه في عدم قطع العلاقات مع ايران وهي انهما تريدان ان تكون. حركة وصل في في الإصلاح في المستقبل لماذا لا يكون في الإمارات وفي باكستان حكمة يعني كما لا لا هو شيخ ومتوكيز. الوضع يختلف لأن القرارات في الباكستان تعرف أن أراد الباكستانيون أن يفعلوا فلم يستطيعوا لكن أردوغان إذا أراد أن يفعل شيء يفعله. لكن الاخوه في الباكستان ارادوا ان يفعلوا عده مرات، يعني هم في البدايه قالوا نحن يعني مواقف الباكستان مرحب بها وهم معنا حتى في التحالف الاسلامي، لكنهم ارادوا بعض القرارات التي قد تصل الى قطع العلاقات، لكن الاخطبوط منع من ذلك. يعني الذي يعطل القرار في اي دوله سواء كان في قطر، في الامارات، في باكستان هو الاخطبوط الايراني. نعم. طيب، ان ذكرت في بدايه الحلقه بان لان هؤلاء ليس اخطبوط عادي. هذا اخطبوط بمليارات الدولارات. ما احنا الم نحذر من قبل يا شيخ عبد الله وقلنا في اكثر من مناسبه انتبهوا للاستثمارات الايرانيه في الدول الاسلاميه. انتبهوا نقطه اخرى يا شيخ نبهنا عليها وحذرنا منها من زمان. انتبهوا ان ايران تبني اعوان وعندنا نحن اناس في عالمنا السني يبنون اعداء. يعني هؤلاء يبنون اخطبوط وفي ناس من السنه يب يعني ين ينشئون تفكيك للعلاقات وللاسف الشديد. طيب آه ان ذكرت في بدايه الحلقه بان الليبراليين من الاذرع للايرانيين كثير في من في المنطقه وقلت بان لديك ادله وبعض نعم الشواهد فضل. نحن ناتي في الكويت وفي البحرين في المملكه ما يستطيعون يظهرون ذلك نعم لكن في البحرين الامر ظاهر نحن يا شيخ نأتي لحزب الوعد في البحرين الذين إبراهيم شريف هذا حزب يمثل العلمانيين البحرينيين أنا لا أقول كل العلمانيين لكن أقول كثير منهم هذا الحزب هو مع الوفاق ومع, وو وو ومع إيران وهو من المعارض حتى أنه قد سجن أربع سنوات إبراهيم وهذا سني ومع ذلك هو علماني وهو مع إيران في الكويت أنت تشوف الكتلة التي يكونها عبد الحميد دشتي اغلب العلمانيين الكويتيين هم عبد الحليم دشتي ومعروف واعتقد انه ليس سرا علينا من هو عبد الحميد دشتي, دشتي هذا معروف لدينا الذي يعني ابنا حضرة تابين عماد مغنيه وقبل راس اباه ومعروف ماذا عمل عماد مغنيه في الكويت؟ الم يكن عماد مغنيه هو الذي خطف الجابريه وكان يقتل الجنود الكويتيين والمواطنين ويرميهم من الطائره هكذا إذا هذا أنا هذه أدلة وعندي أدلة أيضا أخرى في اليمن أغلب الناصريين في اليمن أغلب الناصريين والبعثيين لا ليس الناصريين أغلب البعثيين والشيوعيين في اليمن وجزء من الناصريين هم مع الحوثيين وقد جاءوا ضمن وفد الحوثي وهذا يا شيخ صحيح وأثناء تسليم صنعاء لابد ان نكون صادقين طال عمرك انه اثناء تسليم صنعاء للحوثيين وللمخلوع علي عبد الله صالح نحن نعرف من هم الذين كانوا ماسكين المناصب والذين سلموا صنعاء آه الى هؤلاء هم الناصريون والبعثيون والاشتراكيون واغلبهم بعثيون هم ايضا جاءوا ضمن الوفد الحوثي الى جنيف وجاءوا من اليمن قد يقول لي شخص او قد يقول لي اخ كريم ان بعض الناصريين معنا بعض انت تقول بعض حتى البعثيين يعني هناك من ذكر بان وقفوا مع صدام ضد النظام الايراني في حرب الحرب الايرانيه العراقيه يعني هذا موقفهم هذا نحمده له لكنه لكن هذا موقف وقفوه مع صدام باعتبار حزب البعث يعني امر ليس لهم خيار في ذلك لان صدام كان رئيس اللجنتين القطريه والعامه لحزب البعث فصدام كان يرأس ايضا حزب البعث خارج العراق فهو قصب عن انوفهم انذاك سيقفون مع صدام لكنهم الان مع الحوث ولو كان صدام حيا رحمه الله لما رايتهم مع الحوثي لان الحوثي هو ايران وايران هي الحوث وبما انك تحدث عن حزب البعث هل يعني بالفعل بان حزب البعث من يقود في اليمن يعني بشكل عام هو الذي يقود داعش في المنطقه هذا غير صحيح حزب البال الذين قادت داعش هم ضباط عراقيون سابقون واغلبهم ليسوا بعثيين وانما كانوا ضباطا عراقيين محترمين لكنهم شعروا بالغبن وبالظلم فانضم بعضهم الى داعش للانتقام وليس اقتناعا بداعش والا فداعش طيب. منظمه ارهابيه ظالمه. جميل. طيب ما. هل يمكن ان ان يقول الاعلام الايراني او تقول الصحف الايرانيه بان هناك اخطبوط اسلامي او خليجي موجود في بلوشستان، في كردستان، في الاحواز، في تركمانستان، في طهران؟ هذا ليس أخطبوط لماذا لان الشيعة في هم من الم... يقول ذلك انا اقول, أنا هم... أقول لك هم نحن نرد عليهم نقول لا. لهم ليس صحيحا هذا لان لن في فرق بين ان الشيعة في الخليج يتمتعون بكافه الحقوق ويستطيعون السفر حتى الى ايران نفسها قبل الم... قبل القرارات الاخيره و... ولكن اتحداهم ان يسمحوا لنا او يسمحوا للسنه ان يقيموا مسجدا حتى في طهران التي اللهم الا في المناطق التي يسيطر عليها اهل السنه أهل في طهران في مليون ونصف من المسلمين السنه ليس لهم مسجد واحد بينما هو قد يقول حتى انتم ما في في الرياض قد يقول هذا القول نقول على الاقل انا في الرياض أو شيء ما عندي يعني الشيعه في المملكه بشكل عام هم اقليه لا يتجاوزون ثلاثة إلى أربعة في لكن أيضا بينما نسبة السنة في إيران ليس كما هو في التقرير خمسة في نسبة السنة في إيران من 30 إلى خمسة في هذا واحد اثنين وهو المهم أني أنا ما عندي في الرياض كنيسة ولا عندي بيعه لليهود، ولا عندي معابد للبوذيين، ولا للهندوس، ولا للسيخ، ولا للبهائيه، وكل هذه الفرق موجود لها معابد في طهران، نعم بينما اخواننا اهل السنه ليس لهم مسجدا واحدا في طهران، حتى ما بين مشرق ومغارب الاستثمارات هل يمكن يسمح لها يعني استثمارات اهل السنه داخل هذه المناطق؟ مستحيل ما يسمحون لماذا؟ الاستثمارات كيف كيف نسمح لهم ولا يسمحوا لنا؟ هو يا شيخ هذه من المعادله الخطا يعني المفترض يا شيخ انه هو لما يجي تاجر في الخليج الايرانيون يتاجرون في اكثر دول الخليج يعني المملكه قليل جدا والبحرين بعد التدهور لكن اغلب دول الخليج الاخرى وبالذات دوله الامارات العربيه المتحده وسلطنه عمان والكويت في استثمارات بمليارات كبيره وتجد ان هؤلاء لا لا يحددون للايراني المكان الذي يريد ان يستثمر فيه بامكانه يعني ان يستثمر في اي مكان وان يف... وفي في دبي بنوك ايرانيه بنوك ايرانيه مكتوب بالعربي وبالفارسي وهنا يا... لكنك لما تاتي في ايران الى مناطق اهل السنه تجدها هي المناطق الفقيره، المناطق المعزوله، المناطق التي لا تستطيع ان تزورها الا بصعوبه في حياه ضنكه جدا وجوع وفقر شديدين. اذا كيف تكون المواجهه للاخطبوط الايراني في العالم الاسلامي بشكل عام؟ نحن الان ذكرت عن الاخطبوط الموجود في الخليج بشكل خاص ولم نتحدث بشكل عام في العالم أول الاسلامي. اول مواجهه عندي انا هم هؤلاء التجار والمستثمرون الايرانيون. لماذا يا قد يقول يا جماعه انتم تقطعون التجاره و... يا اخي هؤلاء المستثمرون ثبت لدى الاخوه في البحرين ولدى الاخوه في الكويت بأن هؤلاء يقومون بإستثمارات بل ثبت الجميع دول الخليج الم تتخذ مجلس التعاون قرار أن أي إنسان مرتبط بحزب الله أو بحركة أم بالذات حزب الله أنه تمنع تجارتهم ويتابعون هذا هل هم يمنعون شيء موجود ولا شيء غير موجود شيء موجود. شي موجود قطعا هذا اذا يا شيخ هؤلاء لماذا نحن نقول استثمارات بين الدول مسموح بها لكن هؤلاء يبيضون الاموال ويغسلون الاموال ويستخدمون هذه الأموال ليمونوا حزب الله الذي يقتل الأبرياء في سوريا ويمونوا أبو الفضل العباس وعصائبه للحق وحزب الدعوة العراقي والحوثيين الذين يقتلون الأبرياء انظر إلى الحوثيين يحاصرون تعز بإثنى عشر لواء يعني والمجاعة أنا أريد العالم أن ينظر والمنصفون أن ينظروا للحوثي وهو يحاصر تعز والناس تموت جوع في تعز ويموت المسلمون في سوريا في الزبداني في مضايا جوعا ومناظرهم الحقيقه تحزن العالم وتبكي العالم ومن يقوم بها؟ يقوم بها حزب الله وابو الفضل العباس وعصائب اهل الحق والفاطميون الذين ياتون من الباكستان ومن افغانستان هذه وعصائب ايران هذه اذا يدعمون حزب الله ثم ليسوا فقط يدعمون هذه الحركات يدعمون حزب الله ويدعمون هذه القوى بل انهم يكونون ميليشيا من هذه الدول والاموال التي تاتي من بعض الدول الخليجيه هي تمون هذه الحركات الارهابيه التي تقوم بالقتل وسفك الدماء في البحرين وفي سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي اليمن لا. طيب يعني انت تقول يعني منع التجار ومنع الـ الـ الحركه التجاريه بين ايران وبين الدول الخليج الذي انا اقول من ثبت ان لديهم وثبت لدي ان لهم علاقه بحزب إذا الله اذا كان هناك عقود يعني تنصح بـ بـ بالغاء مثل هذه العقود انا اقول إن كانت تتبع لهذه المنظمات الارهابيه التي ذكرتها انا قبل قليل فلتلغى مهما كانت. طيب آه الطريقه الثانيه لمنع الاخطبوط الايراني في العالم الطريقة الاسلامي الطريقه الثانيه الخاص. فضح هذا الاخطبوط وكفى مجاملته كانت اول خلايا نائمه الان اصبحت خلايا واضحه انا اريد ايضا حتى الناس يعرفون مدى خطوره الاخطبوط الايراني عندنا ثلاثه كتب لابد ان يقراها المشاهدون والمتابعون الكتاب الأول اولها وجاء دور المجوس ليقرأوا ان هؤلاء ليسوا مجرد مستثمرين وليسوا مجرد ناس مساكين تجار و... واصحاب بنوك لا هؤلاء يؤسسون لحت... يعني ما يحصل حتى انا سمعت مره لجلاله ملك البحرين كلمه عظيمه قال انهم ثلاثين عاما يخططون لنا اذا وجاء دور المجوس هذا كتاب اريد من القريب ومن البعيد ومن المتعلم ومن غير المتعلم ان يقرأه لان في حقائق هي مثل الشمس الآن. كان ممنوع عن هذا الكتاب يعني في بعض الدول. أنا لا أدري عندنا ليس ممنوع لكن أي دولة تمنع هذا الكتاب فهي مخطئة لأن كنا كأنها تقول يا شيخ دعوا نحو هو صاحب الكتاب ما قال الشيعة قال المجوس وهو صادق أن هؤلاء بعض الإيرانيين يتسمون بالإسلام وفي حقيقة ما الإسلام إلا غطاء لتنفيذ مشروع فارسي وهذا ما تقوله القنوات. كل القنوات السعوديه وغير السعوديه. الكتاب الثاني؟ الكتاب الثاني أمل والمخيمات الفلسطينيه. هذا لمن؟ هذا كل هذه الكتب محمد سرور زين العابد. جميل. اتفقنا معه أو اختلفنا، نحن نختلف معه في أمور ونتفق معه في أمور، لكن أما هذا أما أما هذا الكتاب هذا الأول والثاني والثالث وهو الأخطبوط الإيراني في العالم الإسلامي. جميل. طبعا هناك بعض الكتاب ما من يشنع عليه ويهاجمه براحة هاجمه لكن في الكتب الثلاثة هذه الرجل كشف المخطط الإيراني هو طبعا كان اسمه أول عبد الله الغريب أول ما أظهر الكتاب لكن الآن ظهر أنه هو صاحب الكتب الثلاثة في الحقيقة هذا الرجل نثني عليه في هذا الجانب نختلف معه في جوانب أخرى نحن أحرار وهو حر لكن شيخ هذه الثلاثة الكتب هي تكشف لك المخطط الإيراني في المنطقة من ما تألف الكتب هذه قبل ثلاثين عاما لو كنا نعي ولو كنا نعقل ولو كان عندنا فعلا نظرة مستقبلية الطريقة الثالثة للمواجهة احنا قلنا فضح هذا المخطط إعلاميا وبينا الكتب أيضا يا شيخ الكشف عن فئتين سواء علمت أو لم تعلم تفرق بين اهل السنه وهذا من وهذا وهذه من الخطه الخمسينيه للخمين التشكيك في العلماء والدعاه ووصفهم بالاخوانه ووصفهم بالسروريين هذا تقوم به طائفتين من الناس العلمانيين ومن يسمون بالمدخليه هؤلاء هاتان الفرقتان يا شيخ هما سلطوا بدون سواء علموا او لم يعلموا هم يخدمون المشروع الايراني هم يعني هم يظنون بانهم يخدمون المشروع الاسلامي بشكل عام لا يخدمون ويخدمون السلفيه ويخدمون الوطن لا ما يخدمون الوطن واحد يفرق بين الناس بالظنون بدون ادله ما يخدم الوطن يعني انت الحين ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أه اول سعر. الله سبحانه وتعالى في يا ايها الذين امنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم من أو شيء يجب أنك تتبين. اثنين اثنين الرسول صلى الله عليه وسلم هم يعاملون الناس عما في قلوبهم و و و و ويتصيدون أخطاءهم وهذا كله نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث أن صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال اتق الله قال ويحك إذا لم أتق الله فمن يتق الله؟ قال خالد بن الوليد يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق قال يا عمر لعله أن يصلي يا خالد لعله ان يصلي قال خالد يا رسول الله كم من انسان يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا عمر اني لم امر بان انقب عن قلوب الناس ولا ان اشق صدورهم وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال لا لا تخبرون عما يفعل اصحابي حتى لا تغري صدري صدر ضدهم احيانا يحكمون عن طريق التاييد انت دكتور ايدت موقف معين يعني تتهم بالأخوانة بالصورية بال... لا أبدا لأني أنا لا أنا ولا أنت ولا الثاني قد نجتهد ونخطئ وبعدين انت ما في طلاب عند درسوا في امريكا ودرسوا على اليهود واعجبوا بيهود واعجبوا بنصارى ما هو شرط هل صاروا يهود ونصارى؟ يعني مثلا انت يا شيخ عبد الله ممكن قرات كتاب اسمه كيف تكوين الاصدقاء لواحد امريكي نصراني واعجبك الكتاب، هل معناه انك نصران؟ طيب اذا كان انت اذا كان انت من من هاتين الفئتين وتقول بانه لا بد من فضحها وتبين موقفها وهم وهم يقولون بذلك هناك فئتين مثلا من الاخوان من السوريه وينبغي فضحها اذا كيف يكون الاتفاق كيف يكون ي... الاتفاق يا شيخ ان ان ان, هذا ان ان المرجع في ذلك هو العلماء الكبار اعضاء هيئه كبار العلماء اذا هيئه كبار العلماء هي الفصل في هذه القضيه ولقد دعونا هؤلاء جميعا منهم وبداوا يشككون في هيئه كبار العلماء، كل الفريقين بدا يشكك في هيئه كبار العلماء، بل وصف اعضاء اكثر اعضاء هيئه كبار العلماء بانهم اخوان ولما ما مشت العمليه قالوا سروريين. وجاء لك وجاء وحتى ان احد الكتاب في احدى الصحف يقول والله اني اعلم ان هؤلاء العلماء مخلصون لكنهم يعني يفتون فتاوى متشدده وايضا في بعض الاحيان لا يدركون يعني نم يعني مثلا استطيع تقول عليهم دنخ ادلاخ ما يفهموا يعني كانه هو يمدحهم بما يشبه الدم انكم انتم مستغلون الناس تستغلكم هل الانسان يمكن يقول كلام هذا عن العلماء فهنا يا شيخ من الخطه الخمينيه لاني اريد ان المشاهد يقرا خطه الخميني الخمسيه الان انكشفت اصبحت واضحه اول كانت سريه معلوم معلوم يا شيخ في دائما الاستخبارات نظم الاستخبارات دائما اي خطه استخباراتيه يمضي عليها ثلاثين سنه تكون يباح نشرها. الان نشرت لانها تسربت كثير لان الشيخ ابو المنتصر البلوشي كان من من المرافقين لعلي خامنه الى ايام الثوره. وهو كان وعرف اشياء كثيره ولقط اشياء كثيره لما لم يختلف مع خامنه الا وقد عرف اشياء كثيره. فهنا يا شيخ من ضمن الخطه الخمينيه الخمسينيه هو احداث فرقه بين أهل السنة هذه تول وهي شيخ التشكيك في العلماء والدعاة هذا إخواني هذا سروري هذا كذا وهؤلاء يا شيخ مركزون عليه ويؤلفون فيها الكتب أنا قلت لك سواء علموا بأنهم يخدمون المشروع الإيراني أو لم يعلموا طيب. لأنه يا شيخ لو كان عندنا من يسمونهم بالإخوان أو من يسمونهم بالسرورية ما سكتت الدولة عليهم نعم. أليس كذلك يا شيخ بل. طيب آه قبل يعني آه سنوات عديدة كان من يتحدث عن ايران ويفضح المشروع الايراني يقال بان يعني يدعو الى الطائفيه، يدعو الى الفتنه ونجد بان في هذه المرحله تغيرت اللهجه، تغير الكلام، تغير الاسلوب. ماذا يعني للمشاهد المتابع للمطلع في من دائما مواقفهم متناقضه مع الاحداث، ليس له مبدا. هو يا شيخ الحقيقه يمكن مرة بعد أحداث سبتمبر التيار الليبرالي غلب يعني غلب على الصحافة غلب على الإعلام وهذا يؤكد لي أنا أنه, أنه مع المشروع الإيراني منهم من يعلم ومنهم من لا يعلم وهم يا شيخ يعني البعض منهم يا شيخ البعض منهم قال عن بعض المراجع ما من المدح والثناء ما لم يقله عن علماء صحيح صحيح يعني احدهم قال والله لو كانت عندي جائزه الملك فيصل العالميه لاعطيتها فلان من المراجع، وفلان هذا من المراجع البارحه يعتبر اعدام نمر النمر ارهاب. هذا الذي قال سأمنحه افضل جائزه جائزه خدمه الاسلام للملك فيصل. هؤلاء يا شيخ هو احداث سبتمبر احداث سبتمبر يا شيخ هي أضع يعني جعلت الدعاه والمشايخ في في قفص الاتهام. واستطاعت امريكا مع اعوانها ان حتى الحكومات تخاف. في وقتها يا شيخ برز التيار هذا الليبرالي ومن ومن يسير في فلكهم بتحسين العلاقات مع النظام الايراني وهم يعلمون تمام العلم ان النظام الايراني لم يتغير. حتى لو قالوا والله محمد خاتمي غير ما تغير شيء يعني حتى وهم يد... وهي شيخ يا يستهبلون او ما يفهم لكن كانت سياسته ناعمه يعني لا لا هو سياسه ناعمه اخطر من انا الم أقل لك هنا في هذا المكان لما فاز حسن روحان نعم. وطبلت له الصحف العربيه ماذا قلت صحيح. لك؟ قلت صحيح. لك انه اخطر من محمود احمدني نعم ذكرتها في في البرنامج هنا وان و... و... شئت ف... فابحث عنها واعدها تسمع كلامي هذا لا. لماذا يا شيخ لاني اعرف انا ان محمد خاتم وحسن روحاني ومحمود احمد نجاد هم يا شيخ فقط يوزعون ادواء واحد شديد واحد معتدل وكلهم يا شيخ لا يستطيعون الخروج عن المرشد والسبب يا شيخ ان هؤلاء اما انهم لا يفقهون او يفقهون ويتعامون هم لو كانوا يعرفون الدستور الإيراني لعلموا يا شيخ عبد الله أن المرشد هو الكل في الكل في إيران هو القائد على القوات المسلحة بجميع أشكالها يعني سواء الجيش أو الشرطة أو الحرس الثوري يعني لا يستطيع ضابط يترقى أو ينقل أو يحال على المعاش إلا بأمر من المرشد وعنده حكومة خاصة يعني مكتب فيه كل جنرالات وسياسيين و وهو ايضا رئيس السلطة القضائية. السلطة القضائية هو الذي يعين القضاة ويعفيهم وب... يعني عنده السلطة القضائية كامل السلطة القضائية بالكامل بيد السلطة الإفتائية الفتوى كلها بيد المرشد. طيب ماذا بقي للآخرين؟ بقي لهم أوساخ الناس وهي الاقتصاد، الأكل والشرب والكهرباء والماء أنا أوساخ الناس، مشاكل الناس. لكن الامور الدينيه والقضائيه والقوات المسلحه والاستخبارات العامه والشرطه والحرس الثوري و... وايضا هو مشرف على السياسه الخارجيه. مش وله ها هذا امر لا يستطيع لا يعرفونه او يعرفونه ولكن يتعامون عنه ان المرشد له الحق مع مجلس الخبراء قالت رئيس الجمهوريه. طيب آه شيخ محمد حصل يعني ما حصل في هذه الايام من طرد السفراء وكان هناك يعني مواقف مؤيده وايضا هناك مواقف يعني ارهقت النظام الايراني واظهرت بانه ضعيف ليس الا يعني يبيع الاوهام على الشيعة العرب ما هو الدور المرتقب الذي ينبغي ان يكون بطريقه ممنهجه لكي نستغل هذه الشعوب و و و والتي وانا اسميها دائما القنبله الموقوته داخل ايران يعني ليس هناك مشروع ليس هناك اهتمام ليس هناك أي, أي, أي يعني شيء يمكن أن, أن ينفع مثل هذه الشعوب أليس من العدالة يا شيخ عبد الله إذا عدوك استخدم أسلوب أنك ترد عليه بنفس الأسلوب هذا أبسط بل لأ. وإن عاقبت فعاقب مثل ما عقدت هذا أبسط الأمور الآن إيران معها أذرع عندنا ولا ما معها خلنا نحتاج يعني كان منهم نمر النمر هذا بوق لولاية الفقيه ومعه جو جوقة أيضا فالأخير رقبوه بآية الله هاي علم الله آية ولا حتى حجة أنا بالمناسبة أعرف الألقاب هذه عند الشيعة الآية ما يصل إليه إلا واحد مثل السستاني أو الخميني أو خمنئي أو واحد يعني أفنى حياته في طلب العلم على المنهج الشيعي هذا الرجل مسكين غلبان تعبان ما وصل إلى حجة الإسلام لأن يعني عند الشيعة آية الله بعد حجة الإسلام بعدها الشيخ حتى حجة الإسلام ما وصل إليها يعني حتى بس شيخ نعم شيخ لكن عندهم مراتبهم شيخ ملة وبعدين شيخ وبعدين حجة الإسلام وبعدين آية الله هو والله يعني يمكن الملة عليه كثير مسكين غلبان ليش صار آية الله العظمى ولا يعني شيء يعني لماذا لأنه هو أخطبوط إذا شيخ في الكويت معروف له في البحرين لهم عيسى قاسم ومعه حزب الوفاق والعمل الاسلامي وفي الكويت ايضا الشيخ المهري والان لا ادري من خلفه وفي نواب داخل مجلس الامه نواب داخل مجلس الامه بل وزراء طيب في عند اشقائنا في دوله الامارات في في حسينيات في حجج وايات موجودين ايضا في الباكستان طيب. ايضا لبنان لذو لبنان يعني شوف بالنسبه للبنان وسوريا والعراق هذه ملك لايران لا تتحدث فيها. من سيطروا عليه. من الذي لدينا في داخل ايران؟ ولهذا نحن نقول نريد مع خطه معاكسه. يا اخي كذا بالمكشوف مثل ما انت تسوي عندي اسوي. يعني. اصلا واجب اسلامي يعني يا شيخ خلينا بلاش كله. واجب اسلامي، خلينا ما عندنا واجب اسلامي. يعني خلي عندنا حمايه لانفسنا اقل شيء، يا اخي واحد يقتل ينتظر يعني انا انا خلاص الله يرحم الاسلام والواجب الاسلامي يا اخي على الاقل اني احمي نفسي كلي لي اذرع عندك داخل ايران مثل ما انت تسوي اسوي او انتظر انك تبلعني هنا يا شيخ عندك يا اخي عندك اخوانك العرب في الاحواز مضطهدين يا اخي ولو قوميه عربيه يا الجامعه العربيه ولو قوميه عربيه يعني هل في حزب او في يعني رمز داخل ايران ايد الموقف السعودي والحزم السعودي مع نمر النمر وغيره الشعب كما حصل عندنا في الخليج من من استنكار للسعوديه اولا شيخ الشعب نعم لكن اما بالنسبه للي ماسكين المناصب عندهم القصب عنهم ايدوا ايدوا ايران وغصب لان في لأن يا شيخ مضطهدين مساكين فقراء غلبانين لكن كشعوب هم معنا يعني الان يا شيخ ما لنا اذرع عندنا ترى الناس يعتقدون ان فقط ان لا عندنا انا اتكلم عن الاقليات لكن أنا ابدا بالعربيه ولا كلهم مسلمون الحمد لله يعني لو هم يعتقدون الاحواز لا عندنا حاشيه الخليج اهم حاشيه الخليج يا شيخ اللي قدام الشارق. معروف بعرب الساحل الشرقي. الله ينور عليك اللي هي لينجا وبندر عباس و... أبو شهر. آه الله ينور عليك أبو شهر. طيب هذه يا شيخ ما ما كانوا يحكمون حكام القواسم الإماراتيين. نعم. طيب الشيخ سلطان الله يطول في عمره ويبارك في حاكم الشارقه كان حاكم لينجا. ويتكلم الفارسيه، يعني ما ت... ما معنى أنها سقطت قريب، أليس كذلك يا شيخ؟ يا أخي هذه أرضنا. يا مسلمين الأحواز هذه أرض عربية إسلامية مستقلة الآن الأكراد طيب الان شوفوا العالم كله مع اكراد العراق ويستاهلون ايضا اكراد العراق يريدون ان يكونوا اوادم وكذلك اكراد سوريا والرئيس اردوغان يعني اعطى اكراد تركيا جميع الحقوق التي يستحقونها واكراد اذربيجان يعيشون في رفاهيه ايضا لكن باقي عندنا اكراد ايران وبلوش ايران هي انا انتقل للاكراد نعم. يعني خلينا البلوش بجيب بعد شوي الاكراد يا مسلمين عشرة ملايين كردي تسعة وتسعين في 99% منهم سنه حتى من اظهر منهم شيعي من اجل ان ياخذ منصب ولا ولا ليس الشيع يعني. انا اعرف ناس منهم قال انا الشيعي ولما جلست من قال يا اخي ما انا شيعي ولا حاجه انا بس مضطهد فلازم اظهر لهم عشان يعطوني وظيفه ولا يعطوني شيء البلوش عندنا البلوش ما انا اقول لك احنا مهملين عندنا الباكستان اكثر البلوش وين يا شيخ في الباكستان صحيح افضل الولايات باكستان عباره عن اربع ولايات رئيسيه واربع قوميات رئيسيه البلوش في الباكستان حوالي ثمانية ملايين واغنى منطقه بالغاز والبترول في الباكستان وافقر منطقه بالمناسبه يعني هذه 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 هذ هذ مفارقات الدول الاسلاميه يا اخي البلوش البلوش الذين في ايران وهم ثلاثة ملايين تقريبا الاكثريه البلوش عند الباكستانيين يا جماعه البلوش امه واحده لا يريدون الا الباكستان طيب ننتقل بعد ذلك للاتراك من اذريين وتركمان اذريين وتركمان وناس يسمون اتراك وكلهم اتراك لان تعرف ان اذربيجان هذه تركيه هؤلاء بالملايين الان جمهوريه اذربيجان عدد السكان 9 ملايين تقريبا لكن الاذريين في ايران اكثر من 20 مليون طيب في اقل من من دقيقتين ملامح المشروع الايراني في المستقبل مع الحزم مع عواصف الحزم التي حصلت الحقيقة في الحقيقة جزا الله خيرا خادم الحرمين الشريفين على هذه القرارات تبدا من عاصفه الحزم ثم عاصفه الامل ثم هذه العاصفه العظيمه في تنفيذ حدود الله انا عندي دي عاصفه رقم ثلاثه تنفيذ الحدود ولم يلتفت حفظه الله ولي عهده ولي ولي عهده والحكومة لم يلتفت إلى الكذابين الناقدين في الغرب ولا للنفوذ الإيراني ينفذ وكل وما في فرق بين السني والشيعي في في أربعة شيعة وفي كم 43 سني ما في فرق عندنا في القضاء لا نلتفت وأنا بينت وفي لقاء معي حصانة القضاء السعودي في هذا الجانب الآن عند العاصفة الثالثة عاصفه التصدي للاخطبوط الايراني وهذه انا اطلب من خادم الحرم الشريفين ولي عهده ولي, ولي عهد والاشقاء في الخليج الاخطبوط الايراني يريد عاصفه حزم ماليه اقتصاديه سياسيه الم تحصل هذه يعني سياسيه في اليمن اقتصاديه بخفض هي الان بدات انا اقول بدات لكن يا ان شاء الله اليمن على وشك ايضا الان العالم الاسلامي يتفاعل معنا ويقطع العلاقات، نحن بدانا ولكن لا نريد ان ندخل مع احترامي انا لبعض الدول الشقيقه كتركيا وقطر لا نريد وساطات. نريد ان ايران كما قال معالي المهندس عبد الله المعلمي المندوب السعودي في الامم المتحده نريد اقوى افعالا لا اقوى. النظام الايراني آن له ان يعرف انه ان مصالحه الاقتصاديه والماليه ستتعرض للخطر في دول الخليج قبل غيره اثر طرد السفراء يا دكتور محمد على النظام الايراني بشكل عام هو شوه النظام الايراني في الحقيقه هو اصبح امام العالم نظام يدافع عن الارهاب هو كان يتهمنا ان مكفراتي هو ندعم الارهاب هو كان يتهمنا اتهام ما عنده دليل لكن نحن عندنا ادله لما قتل الارهابيون انت بس اخترت واحد منهم من اجل ان انك تصعد به وهو نمر, نمر حتى تركوا الشيعه الثلاثه الاخرين اذا كان المساله مذهبيه طيب هم الشيعه ايضا ليش تركته هذا دليل يا شيخ ان هؤلاء ان النظام الايراني انتضح امام العالم امام العالم بانه نظام يدعم الارهاب ونحن قد ذكرنا في اكثر من مناسبه من ان قيادات كبيره من القاعده هم في في ايران ولا يزالون في ايران. طيب انا نسيت افغانستان في, إيه؟ في الاخطابوط بس ما ادري عندي وقت ولا ما. لا؟ الاخوه يعني مددوا لنا خمس دقائق تفضل يعني. طيب <applause> الخطابوط في افغانستان خطير جدا. لماذا يا شيخ؟ كيف وصل إلى أفغانستان؟ هو أيوة يا شيخ لأنه بعد هزيمة الطالبان بسبب غبائهم لأنهم حموا بلاد لو سلموا باللادن وجنبوا الباكستان أو قالوا يطرعوا باللادن من, من أفغانستان لجنبوا أفغانستان المصيبة الآن أفغانستان يا شيخ النفوذ الغربي في أفغانستان ترك إيران تلعب وتسرح وتمرح الآن يا شيخ نحن البارحة نندد بإيران والعالم و والرئيس التنفيذي لأفغانستان موجود في طهران. انا احبني أفسر ما معنى الرئيس والرئيس التنفيذي في م. افغانستان هو في افغانستان لما اختلف اشرف غني فاز وهو من البشتون وايضا حصل نزاع بينه وبين الدكتور عبد الله عبد الله هو طاجيكي سني لكن ليس بشتوني طاجيكي والطاجيك في افغانستان حوالي 37 28% حصل خلاف فأصلحت أمريكا بينهما أن يتوزعا السلطة رئيس ورئيس تنفيذي هذا هو نحن البارحة يا شيخ نندد وبدنا وهو يجري مباحثات في طهران على لتوطيد العلاقات واقتصادية وسياسية لأن هو عبارة عن رئيس الوزراء وهو الذي تولى الملف الاقتصادي والمالي فهذا يا شيخ أفغانستان فيها أعوان لإيران ليسوا كثيرين ولكنهم متنفذين دكتور يعني امريكا تتولى محاربه الارهاب في بلده ثم بعد ذلك تولي ايران، حصل هذا في العراق وافغانستان هي في الحقيقه ايران الولايات المتحده هي تحارب الارهاب السني معنا وهذا امر امر يعني طيب لكن الارهاب الشيعي لا تحاربه وانا ساضرب امثله بسيطه جدا صح. ابو مهدي المهندس وهادي العامري في العراق هم هما يقاتلان في الحشد الشعبي وقائد الحشد الشعبي هو هادي العامري وهو مطلوب امريكيا وهو ابو مهدي المهندس المسمى اسمه الحقيقي جمال جعفر ومع ذلك فهما جالسان مع من؟ مع حيدر العبادي وحيدر العبادي حليف امريكا علما اني انا قلت اكثر مره حزب الدعوه في العراق الذي رئيسه المالكي وحيدر العبادي من ان حيدر العبادي يضحك على العالم العربي ليس الا والا فحيدر العبادي عضو في حزب الدعوه وحزب الدعوه مرتبط ارتباط كامل بطهران نعم والرئيس ونوري المالكي هؤلاء الارهابيون لم تعترض امريكا عليهم على الرغم ان ابو مهدي المهندس المعروف بجمال جعفر هذا مطلوب امريكيا وفرنسيا، لماذا؟ لانه فجر السفارتين الامريكيه والفرنسيه عام 82، بلاش الشيخ جابر ما يهمه، الشيخ جابر ايضا محاوله اغتيال الشيخ جابر عام 85 في الكويت من جمال جعفر هذا. وبقولوا وهذه العامري كان يقاتل بلده العراق مع ايران وكان عنده منظمه اسمها منظمه بدر، الان حولها الى حزب، حزب. ولكن سمى باسم منظمه بدر وهو الان في الحشد الشعبي ومن الامور المخجله وانا الفت انتباه وزراء الداخليه العرب الى ان محمد سالم الغبان وزير الداخليه هو نائب رئيس الحشد الشعبي وهو ضمن وهو ضمن منظمه بدر التي يراسها هادي العامري وهو وزير الداخليه وأمريكا ساكتة عن هؤلاء الإرهابيين فإذا نحن نقول للولايات المتحدة إذا كنت تحاربين مع الإرهاب السنّي متمثلاً في داعش فلماذا تسكتين على الإرهاب الشيعي وأيضاً علي أليس أليس الحوثيون يعني إرهابيون طيب لما جاءت الحكومة الشرعية في اليمن لازم نتكلم بالحقائق لما جاءت الحكومة الشرعية من اليمن تريد في اليمن أن تريد تنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن, رفضت الولايات المتحدة ماذا يدلك على أن الإرهاب الشيعي مرضي عنه أمريكيا أو أو في أو أن أو ماليا يعني بلاش أقول سياسيا لأن إذا فكوا الحصار عن إيران هناك 150 مليار دولار فيمكن الامريكان ينظرون ل 150 مليون دولار كمصلحه فانا اقول للدول الاسلاميه انتبهوا الى ان الامريكان ينظرون بعينين هم يقاتلون معنا الارهابيين السنه ونعم نحن معهم ويسكت ويغمضون العين اليسرى عن الارهاب الشيعي بل والله من المخجل ان هناك قيادات في الحياة الشعبي ومنها جمال جعفر مطلوبه امريكي اشكرك دكتور محمد على استجابه دعوه برنامج شكرا لك من القلب اشكركم متابعينا الكرام على هذه المتابعه ونلقاكم ان شاء الله في حلقه قادمه استودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قناه وصال دليل وصولك للحقيقه واو